تتابعوا القناه ما تنسوش باش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم وكما العاده كل فيديو جديد فيه نصيحه جديده فيه فايده جديده وصفه جديده. اليوم ان شاء الله جيتكم يويو تونسي بكل خطواته بالشهور نتاعو بكل التفاصيل ناجح 100%. جربوه ورحمولي على ولدي وما تنسوش باش تخلولي رايكم في التعليقات وهاكم معايا وتفرجوا في الفيديو خطوه بخطوه. تو باش نبداو على بركه الله. اول حاجه باش نحضروها هي الشهور نتاع اليويو. الشهور نتاع اليويو لازم يكون حاضر ولازم يكون بارد قبل ما نحضروا اليويو. هاك علاش توا للشهور نستحقوا مكونات الشهور زوز كيسان سكر عليهم كاس ماء. ديما نحطوا السكر الدوبل نتاع الماء، يعني الماء كميه الماء تبدا نصف كميه السكر. هذه لازمكم تعرفوها، راهي الطريقه الناجحه نتاع الشهور. زوز كيسان سكر عليهم كاس ماء. باش نحطوا بسم الله الكاس الاول، هو راهم المكونات نتاعو سهله، هو سكر وقارص ليمون وماء. هذاك الشهور شنو يجي فيه. باش نحطوا، حطيت الكاس الاول تو باش نحط كاس ثاني. هذايا كاس السكر الثاني باش نزيد عليهم كاس ماء. ماء العين عادي خاطرو باش يغلى. او باش نحط الكاس الماء بسم الله. وتوا باش نحط الليمون، لكن الليمون قبل ما نعصره في الشهور باش نخليه يمكن نزيد شويه كي يبدا هكا يغلي نحط الليمون، لكن توا باش نحي الزيت نحي القشور باش نستعملهم في الوصفه نتاع اليويو في العجينه نتاع اليويو. هكا باش نحضرهم باش نحيهم. انا منظفتهم باش نبرشو، نبشرو ولا نبرشو نرابيه يعني، الله غالب ثقافتنا الفرنسية شنعم. اوكي الزيست نتاعنا ربيناه، نزيد شوية نزي هكاك مش برشا خاطر انا ديجا باش نفوحها العجينه نتاعي ما تستحقش البرش. تو هذا زيست نتاعي باش نخليه باش نخلط ونحط على الغاز الشحور نتاعي. تو البنات حطيت السكر نتاعي على الغاز اللي بالماء كيما تشوفوا، هذا السكر نتاعي باش نخليه كي يبدا يغلي نولي نحط فيه القارص نتاعي. باش يبدا يغلي يتحل السكر، هذا تو نوريكم كي يتحل السكر في الماء نولي نصب القارص نتاعي. راهي حاجه سهله برشا ما تستصعبوا حتى شيء، كل شيء راهو سهل. الكوجينه راهي سهله، حبها وكهو في المحله فما حتى حد يحب الكوجينه خاطر المعون والتنظيف والحكايات هذيك الكل العان والنساء الكل تعاني. ماذا بينا رانا ناكلو حشاكم نرموا المعون. عنا مشكلتنا الوحيده النساء هي المعون في الكوجين، سينو الباقي كله سهل، الباقي كله نقدوه. توا هذا نخليها الطنجره نتاعي الكسرونه نتاعي باش نحلو. علاش انا بديت بيه هو الاول وحبيت نوريكم هو الاول خاطر راهو الشهور لازم يحضر قبل لا اله الا محمد رسول الله، قبل اليويو، قبل ما نبدا نحضر اليويو الكل يلزم الشهور نتاعي يبرد. فانا خديت قلت في ما كملت حضرت الشهور نتاعي طيبته وخليته معناتها يبرد نحضر العجينه ونخليها ترتاح وبعدين نبدا نقلي.
او باش نحط له نخليه هكاك شويه. انا نحضر القارص نجيبه نحطه له. باش نعمل شطر كعبه قارص وهاكم معايا وتشوفوا البنات. انا راهو عندي اللي تعصر القارص مي، قلت لعل فما شكون يبدا ما عندوش ولا في وقتها يبدا مكليه، تنجم تحط حتى صفاي جوست باش تنحك القلوب وتهبط. هيا هاكا باقي يهبط، ما نعرفش تسمعوا فيه، خنوريه لكم. وهاني حطيت هاكا القلوب، تبقى نصبوا القرص نتاعنا الليمون. وتوا هاك بدت بشتغلي، اغزروا الجناب نتاعها كيفاش عملت الاكل البول الفقاعات، باش نخليها توا. وكيف يحضر نوريه لكم، خلوه توا، خلوه توا نقول لكم قديه تخلوه. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم هذا الشحور او القطر نتاع الحلويات راهو تخلوه يغلي، تخلوه يغلي بالقدا. وقت اللي يعمل الكشكوشه نتاعو يظهر لي، تو نوريكم حاصلو، تو نحسب الوقت ونوريكم قدا خليته. تو البنات باش نبدو على بركه الله نوريكم المكونات نتاع اليو نتاعنا. اول حاجه كيلو فرينه، كيلو دقيق، عندنا 5 حبات بيض حارة وكعبة بيض، عنا كاس سكر وكاس زيت نقص شوية، وعنا كعبة ياغورت طبيعي، كعبة ياغورت طبيعي ناتوريل اهي. وعنا ساشي سكر فانيليا، عندنا ساشي خميرة جاتو بيكنج باودر، وعندنا بيكربونات الصودا. تو نوريكم كيفاش نعمل منه جوست هكا قريصة. وعندنا سكر فاني بالزهر هذا، ونسيت نجيب الملح. وهذا حشاكم الملح به. توا باش نبدا نخلط المكونات نتاعي، باش نوريكم الطريقه مرحله بمرحله. ونسيت حاجه اخرى، والقشور نتاع القارص اللي توا ورتهم لكم في الشحور، قشور الليمون. باش نبدا نخلطوا في المكونات نتاعنا البنات. هنا ما زلتوا على العهد، باش نوريكم كيما العاده كان اول مره تتفرجوا في الفيديو. البيض العظم ما تفقسوهاش ديريكت في اللي باش تخدموا فيه، معناتها البول والا الحاجه اللي باش تخدموا فيها. باش نوريكم كيفاش مش ما فيهاش علم هي يا ستار. توا باش نحط القشور نتاعي هنا، خمسة كعبات عظم، 5 حبات بيض، حضروهم. أوه نسيت حاجة، تو أنا باقية نعمل هكا، سامحوني ما حقنيش نعمل هكا، حقني بالكعبة بالكعبة، مصدر ربي يعني، لازم نعمل بالكعبة بالكعبة ونحل. بالحق راني دايخة شوي، دايخة برشا، ناقصة نوم. بيه هذي كعبة صدرني ربي يعني، اللي رصتلي بدلتهم الكل. كيما تعرفوا مازلنا الدنيا سخونة، نجم تكون العظم نتاعنا غير صالحة للأكل للإستعمال، أما الحمد لله ربي يستر.
خاطرني نعمل في الخير، خاطرني نوري فيكم في الوصفة بالنصيحة من الروح للروح. بسم الله. توا واش باش نعمل؟ هذوما باش نهزهم ونرجع لكم. ما تنسوش قشور البيض راكم تنجموا تعملوا بها وصفة، ترحوها تشمسوها وترحوها وتعملوا بها وصفة للوجه. انا تعلمت من امي ديما ننظف البلاصه، خاطر هي قبل حتى كي يجي نظيف، حتى كان دخلتكم حديث في حديث، امي ربي يفضلها ما تقعدش ديما وهي تجري، ديما هي تقضي، وهي ديما هي تحط، وديما يا بنتي هيا اقعدي، هيا اقعدي مع العباد، هيا كلي مع العباد. لا، يلزم ديما الكوجينه تبدا نظيفه، المعون اللي يطيح تغسله. هاني تو بديت نتعلم، لما حالا ما كنتش قبل قبل كنت معناتها لا نطيب لا نقضي لا حتى شيء، تو الحمد لله معناتها خبره خبره كبيره. شبيك العمر تو باهي باش نخلطوا، نرجعوا الوصفه اهم مني انا، البيض نتاعنا باش نبدا نخلط فيه. باش نبدا نحط توا الريحه نتاع الزفار هنا، ها ديريكت نحط الفاني، حاشاكم ريحه الزفار. هذا الفاني بالزهر جربوه بنين ياسر، يعطي جو طياره على الاخر، استعملوه حاجه طياره برشا للحلو لليو مش الجاتو الكل، خاطر الجاتو انا نحب مطعم الفاني فيه، اما هذا بالحق لاي حاجه فيها عظم برشا معناتها فيها حشاكم زافره تحطوا له للزفاره، تحطوا شويه من هذه. انا باش نحطها بكلها، باش نحط لكم سكر فاني، سكر فاني عادي، عملت ساشي سكر فاني بالزهر، وباش نعمل سكر فاني عادي. وديما ثبتوا في الدات، ديما الدات راهي مهمه، يكتبوا في 2021 به ليه، لازم ندرسوا ندور. وتو باش نحط السكر العادي. بسم الله، كاس السكر العادي. راهو السكر كيما قلت لكم، راهو فما ناس مثلا ربي يشفيهم ويعافيهم اللي مرضى بالسكر، معناتها ينجموا يحطوا سكر البني، مش بالضروره يحطوا السكر هذا ولا يحطوا سكر ناقص. نخلطوا باش نحط رشه الملح نتاعي. علاش نحط الملح؟ الملح على خاطر هو اللي باش يخلي اليويو نتاعنا يبدا هكا منفش، ولا كيفاه يبدا معناتها طالع شويه، يبدا بنين، يبدا في المنظر حلو، باش يطلع العظم زيادة شويه مش برشا. الملح اللي هو صافي نعملكم زادا الجاتو نتاع الشارع نسميه هنا الجينواز، تو نوريكم زادا نستعمل فيها الملح وتشوفوا. باش نبدا نخلط هكا، انا راه ما نحبش نستعمل شو اسمه الخلاط الكهربائي، نستعمله اول حاجه خاطر الحس، ديجا هذا يعمل الحس في الفيديو، ما نحبش نقص عليكم، نحب نوريكم الماكله خطوه بخطوه، الوصفه خطوه بخطوه، وان شاء الله نجرب لكم باش نستعمله، يعني رغما عن انفي باش نستعمله في الوصفه نتاع الجاتو اللي باش نعملها لكم ان شاء الله على قريب. هذا الياغورت ناتوريل. ليه فقط هبطت كلها الحلوه معاها، وتوا باش نزيد الزيت نتاعنا. هي راهي معروفه السوائل الكل تتحط مع بعضها. بسم الله، باش نخلي شويه منو الكيس، خلنا نزيد شويه ونقول لكم الحكار قداش بالضبط. انا نعمل كاس زيت ربع، كاس الا ربع زيت، ها هو الكاس نتاعنا، باش ما نحطش الزيت على البكوات اللي مازالو مسكرين. شفتوا توا، شوفوا المنظر نتاعو، ريتو
باش نزيد الفرينة. الفرينة البنات بسم الله كيما العادة كيما كل مرة راني نصفيها، راني ما نخليهاش كيف ما هي، راني نحطها في الصفاي نتاعي. الصفاي هذا جرحني البارح، توا كي خدمت بيه زاد جرحني في فرينة أخرى للدار. بسم الله أنا ديما راهو الفرينة نحط فيها نحل فيها الخميرة ونهبطهم مع بعضهم نغربلهم مع بعضهم. بسم الله وهكا تبدأ تزيد بشوي 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 بشوي. أنا راهو الفرينة الحقيقة ما يهمنيش نستعمل الفرينة اللي عندي، ما عنديش مشكلة، مش بالضرورة اللي نستعمل فرينة معينة ولا فرينة الحلو ولا فرينة لا، وتطلع لي الحاجة بنينة وتجربوها. وبالحق وماذا بيا تخلوا لي رايكم في التعليقات على وصفات، ان شاء الله نكون فدتكم يعني. والله نحكي معاكم بضمير وبقلب ورب، علاش يا اخي اذا عندي نصيحه علاش نخبيها، خلي تعم مع الناس الكل، بالعكس هي صدقه جاريه هذيك. نحطها هكا ونخليها معناتها تهبط. انا تو خاطر مازال عندي ثقه في السوائل نتاعي برشا هكا، علاش باش نكمل شواني هذا اليوم بحول الله نمشي نشري صفار. البخل نتاعي ما خلانيش نخرج نشري صفار، اما الصفاي راهو مهم للغايه. باش نبدا توا خلط ايه، شوفوا معايا ونزيد. طيب باش نزيد الفارينة، قريتو باش نزيد الفارينة مازال جارية. هكا قلت لكم، انا قلت لكم كيلو وانتم عينكم ميزان. شوفها تلمت ترى راهي زاد ما تجيش، سامحوني ما تجيش العجينة ما تجيش يابسة، خاطر اول حاجه هي باش تشرب العظم والزيت اللي حطينا فيها والياغورت. ثاني حاجه اصل لانه نحنا ماناش باش نعجنوها، كان جينا باش نعجنوها معناتها نكبسوها، لا هذه راهي ما تتعجنش. عجينه اليويو راهي ما تتعجنش. توا البنات جبت مغرفه صغيره باش نوريكم كيفاه نحط، سامحوني نمسح يديا، متمسحتش بالبدا مش مشكلة، فارينة هيا نكمل بيه. بالنسبة للكربونات شوية شوية دوبلاش تحطو في البيت باش يجيكم منفج، دوبلاش مانيش نحط برشا أنا. توا باش نبدا نخلط هو تخليط ما هوش عجنين، راه انا قاعده نخلط مانيش قاعده نعجن. هذه لازمها تتنحى البنات، لازم ينحي الخواتم ونغسل يدي بالمسان نتاع الماعون ونرجع لكم باش نكمل اللم. توا البنات باش نبدا نلم، بسم الله ظهر لي باش نزيد الفارينة باش نوصل له الكيلو، لا باش نزيد بحول الله الكيلو باش نكملو خاطر مازال طريه برشا. اخصر لبط في اليد وني نحط على يدي هاكا مازال فيها هذا. توا البنات صبيت الفرينة بسم الله، وباش نبدا هذا اللي الفرينة اللي زدتها خاطر حسيت اللي
هي مازالت متلمدش، هذاك علاش انا زدت الفرينه. باش نشوف توا، بسم الله ان شاء الله توا تتلملي يا ستار. توا البنات كلم لم الفارينة صيي، ما عادش باش نزيدها، مبقاش في الباكو وبلاش خليتهم باش نلمها هكا نخليها خاطر باش تشرب هاك السوائل اللي حطينا فيها الكل. هاك علاش انا توا باش نكمل نلمها هكاك. البنات انا هنا نسيت زادة هذوما القشور باش نحط في سيلج، حتى كان نسيتهم نحط ما صار شيء، اما انتم حطوهم من الاول. او كلم فيها انا توا باش نخليها تتلم، باش نمشي نشوف الشهور نتاعي. ها مانيش قاعده نعجن، قاعده نلم شويه تتلبط ميسيلش، راكم باش تلقوها تتلبط في اليد عادي جدا. خلوها تكي ترتاح تو تشرب وتولي لكم محلاها. تو نوريكم بعد، تو انا هاو باش نلمها، شفتوا كيفاه باش نخليها هكا. هاو نمسح الفارينة اللي على الجناب، خليها هكا ونغطيها، خليها حتى قطر سويعة نص ساعة، من نص ساعة لساعة، المهم مش أقل من نص ساعة أخص. هاي كتلمت بيتوها نيت توا لميتها، نسيل شديد الفارينة على جنيب مش مشكل، شيحة هي ها شيحة هذه. توا اش باش نعمل لها؟ باش نغطيها كل باش يطيح قادي، باش نغطيها ونخليها، لازمني نصورها قبل ما نغطيها، ونخليها نص ساعة ساعة وبعدين نحلوها ونطيبوها. وهاكم معايا وشوفوا بقية الوصفة. الشهور نتاعنا صيي حضر طاب ما شاء الله، شوفوا ما يلزمش يكون عاقد، ما يلزمش يكون جاري، اللون نتاعو دوري، اللون نتاعو مذهب. انا حطيته على نار هاديه، بقى نص ساعه فيما انا طيبت حضرتش سامحوني العجينه نتاع اليويو. انا كملت حضرتها والدليل ها مازال العجينه في ايدي، والشهور نتاعي حضر لونه كيما تشوفوا فيه. توا باش نقص عليه ونخليه يبرد، اهم حاجه يلزمو يبرد، ما يلزمش نحط الشحور سخون واليويو سخون يبس يولي حطب، يلزم الشحور نتاعنا يبدا بارد كومبليتمون على الاخر وبعدين نحطو اليويو نتاعنا. وهاكم معايا وتشوفوا بقية مراحل الوصفة نتاع اليوم اللي هي اليويو لهشوش البنين، اللي ان شاء الله تاكلوه بالصحة والشفاء. مش نقص التواصيل، شفتوا كل الكشكوشة هذيك الفقاعات واللون، اللون ثبتوا معايا في اللون، هذا هو الشحور نتاع الحلو. خلوه يبرد وبعدين بعد ما ترتاح العجينه نتاعي باش نحلها وهاكم معايا وتشوفوها. البنات توا عريت على العجينه باش نخدمها باش نحلها، جبت من اللمبه هذه وجبت الغطاء اللي باش ننقب به باش تشوفوا معايا. اول حاجه باش نعملها باش نحي نظفت البلاصه هذه اللي باش نخدم فيها بلون دو ترافاي. العجينه شوفوها بسم الله، باش نحلها بالقلقال، ريحتها بنينه ياسر،
باش نحاول نعملها مش خشينه، خاطر انا عامله الخميره وعامله الطرف الكربوناتو، نحلها. الريحه نتاع الفاني طالعه ما شاء الله. نجم راهو نحلها ونقص كيما نحب، نعمل اللي ساعدني. هنا على خطر وهذا باهي القلقال متاعي والزين ينجم يحلها لي بالقداء، والخشن نتحكم فيه بالطبيعة. هنا الخشن نتحكم فيه، انا عملتها تنوريكم. بسم الله الخشن متاعها وريهولكم كي نقص، كل واحد يحط الحجم اللي يحب عليه. اما انا ماذا بيا ما تفوتش سنتي، خاطر ديجا هي فيها الخميره، اما كعبات باش يجوني خشين خاطرهم ما تحلوش كيما نحب. بسم الله الريحه ما شاء الله. هي العجينه نتاعي ريتوها اللي ما عجنتهاش، راه اما خليتها ترتاح ارتاح بالباهي. بسم الله هنا نقص، شدت لي شويه، حاولت حتى كان تنحت ليش نعاود نقصها باللمبه نتاعي، خاطرها العجينه طريه ديليسيوز تمشي معاك بسهوله. توا بسم الله باش نقبها، قبت العجينه. شوفوا الكعبه هذه عملتها خشينه شوي، هيا سيلش راهو تنجمو حتى تحلوها هكا بيديكم، وهيك الكعبه. هنا هذا الطرف بقى باش نكمل بنفس الطريقه، نقص هيا كعبه. انا عملتهم كبار هذوما شوي، المره الثانيه باش نحاول نعملهم اقل خشن من هكا. كل واحد كيفاش يحب، فما اللي يحبها كبيره، فما اللي يحبها متوسطه، فما اللي يحبها صغيره. انا يعني نحب متوسط وساعات نعمل الكبير زيد زاده باش تجيك رقيقه على الاخر، تجيك كعبه ما فيهاش هكا كانها تبدا كي اليابسه ما فيهاش منظر. قبل في المكتب يجيبونا اللي يبيعوا اليويو، يجوا قدام المكتب يبيعوا الكعبه بخمسين فرنك. تفكر تعجبني برشا، دياري ماهيش نتاع نتاع الفطايري، لا دياري نتاع الدار. يجي واحد على كروسه ربي يعينهم الناس هذوكم، يبيع لك الكعبه بخمسين فرنك فيها بنه سبيسيال، مانيش عارفه لتوك المطعم في فمي. سبحان الله ربي مبارك لهم في فعرقه. نهي توا نحط فيهم هنا باش نمشي نسخن الزيت نوريكم. هذوما كعباتي باش نمشي نسخن الزيت ونوريكم كيفاه. أبا باش تبدو معايا حتى في تسخين الزيت معايا، ديما بحول الله تكونوا معايا. توا البنات حطيت الزيت نتاعي يسخن، لازم يسخن بالقدا، وعندي هذا الشحور عريته وحضرته باش كي يبدا اليويو سخون نحطه في الشحور نتاعي. توا البنات باش نكمل معاكم الحلين، حاجه راهي سهله برشا. الفارينة نشوف فيها العادي جدا،
لا عجنين ولا والو. ها باش نحل هكا تو باش نعملها البارتي الكعب هذوما باش نعملهم رقاق شوي ماهمش عاليين برشا ماهمش عاليين بالكل. حلهم هكا الريحة الريحة والله كان جد تتعدى كيما يقولوا في التلفزة ولا راكم تشموها تشتغل. شوف بسهولة تتحل هذوما متاع الفارينة مش مشكل. من هاني باش نحيهم كمان جربوا الفانيليا كيما حكيت لكم ورحموا لي على بابا يرحمه نهار الجمعة ويرحم جميع المؤمنين ان شاء الله. طيب باش نبدا نقص باللي عندك بصحفه بكيس باللي تحب الحجم اللي تحب عليه فنجان يبدا كبير اللي تحب ما هيش مشكله ما تحب ما تحلش بالقالب نجم تشري القالب نتاع اليو تم باللي تحب هكا يعني مش خاطر ما عندكش المعدات ما عندكش صيب عند التحليات نجم تخدم نجم تخدمها سهله مهله باي حاجه لحذاقه هنا تكون حاذقة المرأة من عجن شاه اللم لمين هاي ديما اللم ديما اللم عجينتي باهية برشا اخزرو فماش عليش باش ما باش تعطلني جست انا شنو نعمل هاكا نتحكم في الحجم وكا هاو نشوف هي الفايدة في المطعم حتى حتى الشكل مزيان راهو بالحق اما ما يسالش ماناش ماكينة معناتها كي تطلع معانا الكعبة يعني ما تتقلقوش تقولوش ما نشحتش معانا ما طلعتش به لا بالعكس شنو الواحد باش يشدها بالمتر وهو يقيسها لا مهم تكون عجينتنا باهية هذوما انا ساعات يعجبوني نحب نحطهم هكاك نعطيهم للصغيرات ريتوهم نحطهم هكا زيتي باقي يسخن باش نوريكم ها تحكم فيها الكعبه بعدين نجم نلمها هكا نجم نحطها هكا هذه خشينه شويه عملتها توا البنات الزيت نتاعي سخن باش نبدا نحط فيه بسم الله كعبات اليوم تاعي هكا طيب باش نبدا نقلب باش ما يتحرقليش ديجا هاكا الزيت سخون برشا تو نقص عليه شوفوا كعبيت كيفاه بسم الله نحطوهم هكا نخلوهم يطيبو باش نخليه على نار متوسطة باش ما يشربش زادا الزيت خاطرو هو ورقة راه في ساعة ما ينفش في ساعة ما يطلع في ساعة ما ينفش في ساعة ما يطلع باش نحط له ثم الشحور نتاعي الكعبة لي نخرجها نحطها في الشحور ديريكت المعلومة المفيدة والمهمة يلزم الشحور متاعنا يبدا بارد واليويو يبدا سخون ولا العكس بالعكس شوفوا الكعبة منظرها ذهب ما شاء الله
نجم نزيد هناك عباد اخرين باش ما نبقاش نستنى. بسم الله. هي هذوما الخشين اللي حكيت لكم عليهم، شو كيفاه طلعوا الكعب الخشينة. تو انا باش نسقطر نحط في الشحوط ديريكت. هو الشحوط عرش بين لكم ولا لا؟ هكا بسم الله. نبدأ هذا المغرف الجديد باش نستعمل المغرف الجديد شحور اخرين. بسم الله. شوفوا الصحن متاعي باش نحط فيه اليو. بسم الله ان شاء الله يظهر لكم. هذوما الكعبات الاولانيين، فما ناس تحب تحط عليهم الجلجلان، فما كل واحد شنو يحب يحط عليه. انا بنحب نحط عليه شيء، نحب ناكل يو عربي عربي. ماني قلت لكم كيما نتاع المدرسه بكري. تو باش نقلب هذوما اللي عندي ستار. شفتوا الكعبة هذي كيفاش طلعت ستار تحت من يدي. باش نخليهم ونزيد عليهم الكعب اللي عندي اللي انا محضرتهم، خليهمش يستنوا برشا. شو بعد الصحن متاعي. شوفوا الكعبات ما شاء الله، هذوما كملوا عسلتهم. حطوا في حاجه واسعه باش ما تطلع لكمش الشكشوكه ولا الكشكوشه ولا ما عرفتش اسمها. توا باش نمشي نكمل الاخرين. كيف ما قلت لكم البنات، اهم حاجه انه الشحور يبدا بارد والا اليويو يبدا بارد، واحد منهم يبدا بارد باش تشحروه. يا اما تكونوا طيبتوا اليويو نتاعكم وخليتوه يستقطر من الزيت نتاعو، والا العكس بالعكس يكون الزيت سخون والعسل بارد، ولا تسخنوا الشحور نتاعكم وتحطوا فيه اليويو. دوما باش نحاول نعملهم اصغر شويه رق شويه من الاخرين. ونكمل بنفس الطريقه. بنات شوفوا انا راني ما عملتش الشحور فيه العطرشيه ولا زهر، اما حطيت الفانيليا بطعم الزهر في اليويو، طلعت لي ريحه بنينه ياسر كيما وريتكم. شوفوا ما فماش الكشكوشه كالفقاعات، ما فماش على خاطرني معناتها حاطه في حاجه واسعه واسعه بالكدا. تحطوا في مقله ما تطيبوش في طنجره. وشوفوا معناتها بالمرتاح ما عنديش برشا، بالرغم حتى كعبة خمسة كعبات عظم خمسة حبات بيض، وهيك اليوم تاعي ما شاء الله قاعد يطيب براحة ونشوف.
اليوم تاعي كيف احضر نودكم ولا نشهيكم حاجه طياره برشا، نجموا تجربوه في الدار، تعملوه تحبوا تعملوه خشين ولا جويد، يعني الطبقه نتاعو عاليه ولا الطبقه رقيقه، يطلع بنين ياسر يشره. انا مازال سخون حطيتهولكم باش نوريهولكم، حاجه هايله. لا اله الا الله محمد رسول الله. شفتوا الزيت نتاعي؟ الزيت نتاعي خلوه متوسط، ما تخطوش على نار قويه برشا، خلو النار متوسطه. شنو باش نزيدكم نصيحه اخرى، ان شاء الله قسمكم في الجنه، ان شاء الله جربوه في الدار ويطلع لكم افن من نتاعي انا، ونوريكم في التصاور معناتها ان شاء الله نجم نشد هكا باش نقص ونوريكم من داخل كيفاه. طب بسم الله، شوفوا ما شاء الله مازال سخون، انا مسيتولكم وهو سخون. بسم الله الكعبه طاحت، حسيلو حاجه بنينه بنينه على اللي تحب. حاجه اخرى البنات اللي تحب ترمي جلجلين فوق منه ولا تحط لوز ولا تحط فستق هي حره، اما انا راني عملته بالطريقه العربي العربي اليو العربي القديم اللي مستنسين به. كيما قلت لكم انا قبل في المدرسه كي نخرج نلقى الراجل يبيع ناخذ من عنده الكعبه ب50 في وقتها، يا حذر على هيك الزمان، فنحب نعمله كان على الطريقه العربي وكهو. حسيلو توا ان شاء الله نتقابلوا، معناتها توا ها باش ندق لكم اليو، جبنين جهشوش ما شاء الله حاجه طياره برشا، جربوه وما تندموش. انا ها باش ندق منه توا بسم الله. وكما قلت لكم اللي تحب تحط عليه اللوز، اللي تحب تحط عليه الفستق، اللي تحب تحط عليه جلجلان هي حره، اما انا راني ما نحط عليه حتى شيء، نحبه بالطريقه العربي القديمه اللي بالحق ساعه ساعه كي نبدو قاعدين نشتهوا باش ناكلوا طرف يويو عربي. قالي كم باش نقولكم بالسلامه، وان شاء الله فيديو اليوم معجبكم ولقيتوا الاضافه والافاده. جربوه راهو بنين ياسر وخفيف وهشوش. انا الناس الكل معناتها تسالني على اليوم تاعي ويحبوه كي نعمله، حبيت نعطيكم نصيحه من الروح للروح. كيما ديما نقولكم نصيحه من الدين، ان شاء الله تجربوه وخلولي كيما قلت لكم رايكم في التعليقات، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد. ومن هنا لغادي نقول لكم بالسلامه في وديعه ربي، وكان حب ربي ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.